البنات ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله تشوفوا معايا واحد هوم بونجر على الطريقه ديالي. راه المهم الطريقه ديال العجينه راه كتطلع الخبزه ديالها مشفشه ورطبه زوينه. المهم غتشوفوا معايا دابا ان شاء الله المقادير. عندي هنايا الدقيق، الدقيق الابيض على حسب الاشخاص، وعندي هنا معلقه كبيره ديال الخميره ديال العجينه، وعندي معلقه صغيره ديال العسل، وقبصه ديال الملح، شويه تاع الملح، وعندي هنا معلقه صغيره ديال الخل، وعندي واحد البيضه، وعندي هنايا معلقه كبيره ديال الزبده، وعندي كاس ديال الماء دافي. انا عندي هذا الكاس عريض هكا، وكاس ديال الحليب حتى هو دافي. المهم غنبداو ان شاء الله دابا بالمقادير. غنديروا ديك البيضه، بسم الله، غنزيد عليها ديك الزبده، معلقه ديال الزبده، غنزيد عليهم ديك معلقه ديال العسل، واللي ما عنده العسل يدير سنيده ولا سكر كلاصي. المهم معلقه صغيره، غندير ديك معلقه ديال الخل حتى هي صغيره، غنزيد عليهم ديك المعلقه ديال الخميره تاعت العجينه، غنزيد عليهم كاس ديال الماء كيف قلت لكم دافي، وكاس ديال الحليب. غندوز دابا باش نخلط هاد العناصر اللي عندي، نخلطهم مزيان هكا. وغنزيد ليهم الدقيق، الدقيق على حساب شحال بغيتو ديروا، واش 4 ولا 5 ولا 3. المهم انا غندير 5، القياس ديال 5. وبالنسبه لهاد القرصه ديال الملح غنديرها فوق الدقيق. المهم انا غنخلط بيديا باش يتخلط ليا مزيان. والدقيقه نبقى نزيدو تدريجيا بشويه بشويه. كنقول لكم غير جربوا هذه الطريقه، راه كيجي الخبز ديالها يا سلام. المهم انا غنستمر هكا تنجمع العجينه اللي عندي وغتشوفوها ان شاء الله. من بعد عجنت العجينه ديالي دلكتها مزيان، تدلكات ليا كنشد شويه ديال الزيت الروميه وتدهن بها هكا من الفوق. راه دلكتها جات رطبه، ندير لها شويه هكا من الفوق صافي. غنغطيها ان شاء الله بالسلوفان ونخليها تتخمر لمده نص ساعه هكذاك تتخمر لينا مزيان. وندوزو دابا ان شاء الله للشرموله ديال الكفته، طريقه كيفاش كنشرملها انا. وبالنسبه للكفته، الشرموله ديال الكفته عندي هنايا الكفته القياس اللي بغيتو على حسب الاشخاص. كيف قلت لكم عندي بصله هنايا محكوكه بصله كاملها، وعندي هنا الخبز الكارم انا ديجا حاكه ودايره في الفريغو، قلت ما بغيت ندير شي شهيبه ولا شي حاجه ولا غنقلي شي فخيضات كنجبدو يعني جاهز عندي. وعندي هنا الملحه
وعندي معلقه كبيره ديال الكمون البلدي مع الكفته، كيجي معاها الكمون البلدي، وعندي راس معلقه صغيره ديال البزار، وعندي معلقه كبيره ديال القزبر، وعندي هنا الزيت الروميه غنديرها مع الكفته. المهم غنبداو ان شاء الله. انا ما كندير فيه حتى شي ملون، كنخليها هكا حيت انا كنديرها كنديرها في الفران كتقلى وكتجي زوينه. المهم غتشوفوا نتوما الطريقه. عندي ديك المعلقه ديال الكمونه، راه كيف قلت لكم ديروا الكمون البلدي تكون ريحتو عاتيه، راه كتجي مع الكفته مخيره. المهم عندي هنا راس معلقه ديال البزار، عندي معلقه كبيره ديال القزبر، وديك الزيت الروميه عندي قياس معلقه، وغنزيد مليحه. هذه ما كتلوحش ليا بزاف. المهم من بعد نخلط هذه الكفته باش يتخلطوا لنا العناصر هكا، يتخلطوا مزيان. من بعد خمرت ليا العجينه هكا، راه كتضاعف الكميه ديالها كما كتشوفوا. خليوها تخمر مزيان باش تبان لكم النتيجه زوينه. ايوا غندوز دابا باش نجمعها ان شاء الله باش نحيد منها داك الهواء. كيف كتشوفوا راه كدير شي فقاعات بحال هكا الا كتبانوا لكم، حيت فيها الخل والحليب والزبده، راه كطلع زوينه. كنقول لكم غير جربوها راه ما تندموش. غندوز دابا باش نكون كويرات قد الحجم اللي بغيتو. ندير وحده، انا غنديرهم كبار شي شويه. الثانيه الرابعه الخامسة. المهم انا عطاتني 6، غنقص معايا هادي كتبان لي كبيره شي شويه. باش كيوجيونا قد قد صافي كنحطهم هكا، كندير لهم ضغطه غير هكا صغيره خفيفه. وغندوز ان شاء الله باش ندهنهم بالصفر ديال البيضه. واللي عنده الجنجلان يديرو من الفوق ولا الحبه السوداء، انا ما عنديش، غنكفي غير بهاد الصفر ديال البيضه. ودابا ان شاء الله غنديهم نطيبهم، غنديهم الفران ونتلاقاو ان شاء الله في العماره ديال الهامبونغر. من بعد طابوا لي الخبيزات، راه تيجيو على هذا الشكل، راه تيجيو مفشفشين وجا من فوقين.
والكفته من بعد طابت ليا في الفران. ها هي كيفاش كتجي، راه كتجي مقليه وكتجي زوينه. دابا باش ندوز باش نعمرهم، عندي هنا الخس وعندي البصله، عندي مطيشه والبصله مسوطياهم هكا بشويه تاع المليحه والبزار، واللي بغاهم خضرين خليهم خضرين. وعندي المايونيز راه ديجا مصايبه في لاشين ديالي، الا بغيتو تنخلي لكم في صندوق الوصف ان شاء الله. وعندي الفرماج مربع. المهم غنحل لكم واحده ان شاء الله باش تشوفوها. بسم الله راه باقا سخونه، يلا هبطو من الفران. راه كيتفرتت بوحدو، راه كيجي الخبز ديالها هشيش، كيجي عليه هكا. راه كنضغطها وكترجع، كتجي مفشفشه. المهم غندوز دابا باش نعمرها ان شاء الله. كندير المايونيز، كندير طبقه ديال الخس هكا، كنزيد عليهم واحد الكفته، كنزيد عليهم واحد الدائره ديال البصله. من بعد غندير لهم الفرماج مربع، باش كيجينا قريب للكفته. بها باقيه سخونه هي ولا داك الخبز ديال الهامبونغر. تندير عليهم مطيشه، وكندوز باش ندير عاوتاني المايونيز فوق هذه الفوقانيه. واللي بغى الخس يزيدو من الفوق، راه كيجي هكا. غندوز باش نعمر الاخرى ان شاء الله. ندير لها المايونيز، ندير طبقه ديال الخس، كفته نفس الطريقه اللي درت الاولى. المهم انا غنستمر هكا تنعمر كاع هاد الكميه اللي عندي، وغنشوف الشكل النهائي ديالها ان شاء الله. ايوا هذا هو الشكل النهائي ديال الهامبونغر البنات ديالي، راه تيجي عامر كيف كتلاحظوا، راه تيجي عامر وتيشبع حسن ديال الزنقه. ما فيها باس بالنسبه للدراري الصغار ديروا ليهم مره داكشي ديال الزنقه تصايبوه في الدار. المهم انا رافقته هنايا مع الزيتون كحله والزيتون حاره والحار والمايونيز ولا صلاد والفريت. المهم نتوما اللي عندكم ترافقوا معاهم، بنادم ما يكلفش راسو. ايوا نتمنى تكون عجبتكم هاد الشهيوه الخفيفه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.